ريمونتادا. الحقيقه كان معروف جدا قضيه الكابتن احمد فتحي وحاله عدم التجديد ان هي هتلقى رواج اعلامي عند المنافسين او عند المنافسين، ويبداوا يتناولوها بشكل مختلف ويعيدوا عليها ذكريات الماضي من اجل اقناع الاخرين بان كان لهم وجهه نظر سليمه باستخدام مغالطات منطقيه. طبعا احنا عارفين ان المغالطه المنطقيه بيكون لها سبب ونتيجه، ودايما السبب مرتبط بالنتيجه، ولكن المشكله بتكمن دايما في الاستنتاجات. ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوفوا احد المنتمين لنادي الزمالك واحد الزملاء الاعلاميين الكابتن احمد عفيفي وهو بيتكلم عن قضيه عدم تجديد الكابتن احمد فتحي. ايه اللي هيخلي احمد فتحي يمشي من الاهلي ويروح بيراميدز زي ما بيتقال؟ الاجابه بسيطه جدا، عرض مادي اكبر. بس مفيش اكتر من كده، يعني الموضوع في نص جمله، عرض مادي اكتر، اكبر ثلاث كلمات بالظبط. طيب هل ده شيء سيء؟ يعني هل اللي عمله احمد فتحي ده شيء سيء؟ ممكن تكون انت شايفه شيء سيء، بس من حيث المبدا لو انت شايفه شيء سيء فانت شايف انتقال احمد فتحي للاهلي نفسه كان شيء سيء، لان فتحي انتقل للاهلي ليه؟ نفس الثلاث كلمات، عرض مادي اكبر، بمنتهى البساطه والبراءه. يعني ده السبب وده النتيجة. بالفعل الكابتن أحمد فتحي انتقل في آخر التعاقد ليه، ربنا يديله طبعا طولة العمر في الملاعب، لكن في النهاية هو بالنسبة له ده آخر عقد، فانتقل لعقد مالي أكبر. فبدأ يتم الربط بين أن وقت قدوم الكابتن أحمد فتحي كان النادي الأهلي هو اللي عنده القوة الشرائية الأعلى، وبالتالي من الآخر كده اللعيبة بتروح النادي الأهلي عشان النادي الأهلي بيدفع أكتر. ده كل الموضوع اللي هم عايزين يأكدوا عليه، وبياخدوا استثناء حالة أو حالتين ويمشوا في السكة دي. مش مهم خالص يكون أنت العقل بتاعك مادي خالص، ده حاجة لا تعيبك، خلاص أنت خدت الاتجاه ده، لكن في نماذج أخرى خدت اتجاه آخر اللي هو القلب، وزي ما قلنا الكابتن حسين حجازي يظل في العقل والكابتن مختار التتش يظل في القلب. لكن الغريب ان يصدر الكلام ده من حد بيقدس قوي الماديات بالشكل ده، وهو في نفس الوقت بيشجع نادي، لان برغم ان عدد بطولاته اقل، العقل بيقول ان انت لما تروح تشجع نادي بتشجع نادي عدد بطولاته اكبر يا فارس، عدد النادي بيشعرك بالسعاده، لكن الموضوع ما كانش مادي في التشجيع للنادي او الانتماء للنادي، كان بالعاطفه. ولكن هو في النهايه حر وبيحكم على فكره القوة الشرائية للنادي الأهلي، وعنده مغالطات كتيرة جدا، وكأن النادي الأهلي اللي قدر يشتري حسين الشحات بالمبلغ الكبير ده ما عندوش القوة الشرائية إن هو يقدر يجادل الكابتن أحمد فتحي، ونسى خالص فكرة سياسة النادي الأهلي، وكمان ربط البطولات القديمة في بداية من 2004 إن فكرة كان فيه وكالة الآراء عندك لاعبين وعندك قوة شرائية، فده اللي خلاك تجيب اللاعبين، ونسى خالص أي حاجة تخص انتماء أو ميول لاعبين لنادي له براند معين أو اسم معين زي النادي الأهلي. ده أحمد اللي حابين نأكده، إن أنت كلاعب وأنت بتنتقل من نادي لنادي أكيد العامل المادي مهم جدا، زي ما هو تحدث وضرب مثال عن نفسه، بس هو ما ضربش مثال بالفكرة بشكل عام، هو تحدث إن أنا تطلعاتي بتكون في الأساس في تقييم الأشياء وكأنها بدافع المادة، ومش ده المعيار الوحيد، أكيد المادة لها دور ولها عامل، ولكن يبقى في عنصر مهم، أيضا اللاعب بيدور على الشعبية، بيدور على الفاليو بتاع النادي اللي هو بينتقل اليه، بيدور على مجموعه من المعايير. الانجاز، البطوله. قد يكون فكره الماده واحده من تلك العوامل وليس العامل المرجح في كل الاوقات. ازاي نرد الفكره دي ونوضح الاجتزاء اللي هو عمله بانه جاب حاله عمم عليها وكان الحاله دي يقدر من خلالها يغير استنتاج المشاهد زي ما احمد قال لكم. نشوف الفيديو ده الخاص بكابتن احمد فتحي نفسه ونرجع نعقب. انا كنت ساعتها انا ومراتي بنتغدى بره، لسه متجوز، وساعتها الكاب شوبير دخل مداخله معايا فقال لي احمد ومبروك الزمالك، قلت له مبروك الزمالك، قال لي انت مضيت اعلنوا في نادي الزمالك، قلت له لا انا زورك مكان في القايمه كمان، ايوه قلت له انا ولا مضيت ولا عملت حاجه ولا حد كلمني اصلا نادي الزمالك. تاني يوم بقى راح ممنوع بس مكلمني، ف بيكلمني في الموضوع مش عارف ايه، وقال لي انت هتيجي وهتاخد كذا وهتاخد كذا وتمضي كذا وتعمل كذا. قلت له بالنسبه انا يعني ماليش انا اختيارات. قلت له انت بتديني اختيار انا اعمله يعني. قال لي ما انت كده كده مش تلعب عندك وهبطل ومش هتروح المنتخب ومش منتخب. قلت له خلاص انا مش هروح المنتخب وهبطل هنا وانا مش عارف مش هاجي نادي الزمالك. باشمهندس عادل القيعي جالي بعديها مضيت وخلصت وكان بالليل، جالي بالليل وتعشينا مع بعض. نفس اللاعب بيوضح ليك نسبية الفكرة،
هذا هو اللاعب نفسه اللي أحمد عفيفي ضرب بيه المثال عشان يبني المغالطة بتاعته، هو اللاعب اللي في وقت قال له هديك كذا وهديك كذا على الأستاذ ممدوح عباس، وهو لدرجة أنه تهدد في مسيرته الكروية بشكل عام، ومع ذلك اختار النادي الأهلي. هنا عامل المادة ما كانش المرجح عند اللاعب، إذن عامل المادة مش عامل مطلق بالشكل اللي انت اتكلمت فيه، ده عامل نسبي. نفس اللاعب في وقت آخر شاف ان عامل المادة بقى مرجح، ليه؟ اللاعب عمل هيستوري كبير جدا مع النادي الأهلي في وقت شايف ان هو يقدر يعمل الكارير بتاعه زي ما كتب في البيان بتاعه، يضيف ليه في حتة تانية بحسبة خاصة بيه. وشفنا ده مع إنيستا، مع تشافي، مع فيكتور فالديز حارس برشلونة اللي انتقلوا لأندية تانية بعد ما كانوا عملوا سي في قوي مع نادي برشلونة وعملوا بطولات كتير. إذن الموضوع لما يتقال بشكل مطلق هو مغالطة واضحة. كابتن هاني السعيد ليه وقع كان بيحكي فيها لما حاول يغير قراره من نادي الزمالك للنادي الأهلي، بيقول رحت قابلت الناس أنا عايز أرجع في كلامي وروح النادي الأهلي رغم أن العرض المادي كان أقل، فأنا قاعد معهم قاعدة رايح مكرر عشان كانت العود مع كابتن محمد عبد المنصف أبوظها. أبوظها إزاي؟ إن أنا أحط رقم مادي مستحيل يتقبل. فقال له رحت ضارب رقم لقيت بيتقال لي تمام يلا مفيش مشكلة، ومضيت وخدت الرقم ده. إذن اللاعب هنا أجبر بقى على تنفيذ العامل المادي رغم إن هو كان بيحاول، رغم إن عرض الأهلي أقل، يغير ويروح للنادي الأهلي لما النادي الأهلي فوضه. إذن عامل المادة عامل نسبي مش عامل مطلق زي ما أنت حاولت تغالط المتلقي. خلينا اتكلم بشكل مختلف، خلينا اقول ان الكابتن احمد فتحي كان بيقول الكلام ده عشان يغازل جماهير النادي الاهلي في 2007، وان القوه الشرائيه للنادي الاهلي زي ما انت بتقول كانت في 2007 اكبر من القوه الشرائيه للنادي لاي نادي ثاني اخر في مصر. والحقيقه دي ايضا مغالطه، ومغالطه تاريخيه، لان وقتها الاستاذ ممدوح عباس كان بيقدر يجيب اي لاعب باي سعر، وطبعا شفنا اجوجو وماجوجو وحاجات كتيره جدا من اللي جات في فتره 2007 وما شابه، ونجوم كبار كمان وعوده كابتن ايمن عبد العزيز، فكان في موجود قوه شرائيه كبيره. ومش هناخد كلام الكابتن احمد فتحي ولا كمان اللي بالمناسبه شيفيلد يونايتد بعت خطاب لاتحاد كره القدم المصري، وكان اتحاد كره القدم المصري منتظر توقيع احمد فتحي على عقده مع نادي الزمالك عشان محجوز له مكان في قائمه نادي الزمالك. هنقول كل الكلام ده ما حصلش، لكن هنروح لفكره القوى الشرائيه اللي كانت زمان زي ما انت قلت موجوده بسبب وكاله الاهرام، ونشوف احد نجوم نادي الزمالك وهو بنفسه بيقول ايه عن الكابتن او الاستاذ ممدوح عباس. نشوف النجم او الكابتن بشير التبعي عن فتره التعاقدات دي. السنه دي مستر هنري ميشيل طبعا ممدوح عباس كان كلهم يجيب لعيب ماشي. يعني النادي الاهلي مثلا بيتكلم على كريم خطاب، هو ما بيسالش المدرب عايز ايه، ممدوح عباس الاهلي يدفع 6 لا يروح يدفع 8 9 ويجيبه، ابعت على فرنسا على طول ماشي. ابعت على فرنسا على طول معسكر ماشي. الراجل اتجنن، الراجل ساب المعسكر في فرنسا عشان كده مش عشان حاجه. هو ده السبب؟ طبعا، واي حد يقول غير كده كذاب، لان يامن انت عارف يامن بن ذكري بيتكلم فرنساوي. كابتن بشير التبعي بيؤكد القوة الشرائية المالية اللي كانت في وقت وجود الأستاذ ممدوح عباس، اللي في الوقت ده جبنا الكابتن أحمد فتحي، اللي بالمناسبة أنتوا تجاهلتوا جميع الأمور المادية ونسيتوا أن هو سياسة التعاقد أو فكرة التعاقد مع اللاعب. الأستاذ ممدوح عباس قال له ما أنت كده كده قاعد في إنجلترا وهتبطل كورة، فتعالى نادي الزمالك. ده ممكن يكون أمر مستفز جدا للاعب، فاللاعب بيبقى عنده تحديات أخرى أو مش هلعب في نادي زي ما أحمد فتحي قال. وده برضو بينقل إن سياسة التعاقدات مختلفة جدا في النادي الأهلي، وكان وقتها الكابتن عدلي القيعي، وعلى مدار التاريخ النادي الأهلي سياسة التعاقدات مختلفة جدا. لكن حبينا يا فارس نأكد إن القوة الشرائية في عهد الأستاذ ممدوح عباس كانت تضاهي النادي الاهلي بل ربما اكتر كمان. وعشان كده محتاجين نشوف عقد لاعب من اكبر عقود اللاعبين اللي جت في وقتها، كان عقد فعلا رقم كبير جدا، عشان نؤكد وننهي خالص فكره ان العامل المادي كان هو العامل المرجح الوحيد اللي بيتميز بيه النادي الاهلي دونا عن الانديه الاخرى. نشوف الفيديو ده لكابتن ابراهيم يوسف ربنا يرحمه ونرجع نعقب. اهلا اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود 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 عبد الرازق حسن 8,125,000، خد دفعة أولى 2,031,000، وخد دفعة تانية 2,031,000، وخد دفعة تالتة 1,084,000 مبالغ تم صرفها من الدفعة التالتة، والباقي اللي هي الدفعة الرابعة
اتخصمت منه، فاكر انا قلت لك اللي هي وقعت، الله ينور عليك، اللي هي قيمتها 2 مليون 49000 يعني هو وصله 6 مليون الا شويه. لا خد 75% من فلوس، 75% بالزبط. من ال 8 مليون اللي هو يعني القيمه اللي انا بقولها تقريبا، اللي هم ال 25 يعني الغرامه دي لحقنا قفشناها قبل ال 25 ما يتنازل الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، كان من الظرفاء والشخصيات اللي انا محببه الى قلبي بشكل لا يمكن حد يتخيله، يعني شخصيه محترمه جدا من الاهلي، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. حته قفشنا ال 25 دي قبل الغرام. بنتكلم في 75% من ال 8 مليون، يعني بنتكلم في 6 مليون جنيه تقاضاهم اللاعب عشان رجع بعد كده. كان بيتقال كلام ده عقد بس اللاعب ما خدوش، وان كان في برضه في دي مغالطه، لو انا بتفق مع لاعب وباجي اقول له انت هتاخد 6 مليون بعد كده اللاعب وقع بناء على تحفيزك ليه ده ماديا وانت ما اديتهملوش، مش معنى كده ان العامل ده ما كنتش انت بتستغله وقتها، لان انت اغريت اللاعب بالماده في الوقت ده برقم كبير. شيكابالا استلم 6 مليون اللي كانوا وقتها مبلغ كبير جدا، دليل ما كانش فيه عقود في النادي الاهلي بالقدر ده في الوقت ده اطلاقا. عقود راتب سنوي ما كانش فيه، كان عندك جيل طبعا بيحقق يعني بطولات كبيره جدا، ولكن كان عقد كابتن شيكابالا اعلى. اذا القوه الشرائيه ما كانتش مبرر تفوق الاهلي زي ما البعض بيحب دايما يغالط. لا ده احنا هنرجع بقى نقول ايه، الاستاذ ممدوح عباس كان رجل اعمال وكان بيصرف من جيبه على النادي، فنروح لاجواء تانية ورئيس اخر لنادي الزمالك وفتره تانية اقل منها بس بسنه، هنروح لفتره 2006 تحديدا، عمرو زكي في النادي الاهلي. ولكن مستشار محترم منصور رئيس الزمالك وقتها بيعلن في مؤتمر صحفي عمرو زكي رسميا في نادي الزمالك. مش ده المهم، المهم ان احنا كان في تصريح في نفس الموقع، موقع في الجول، للباشمهندس عادل القيع وقتها، قال الاهم، قال ايه؟ وكان عادل القيع مدير التسويق الرياضي بالاهلي قد اعلن في وقت سابق الاربعاء ان الاهلي قرر اغلاق باب التفاوض مع زكي نتيجه للمبلغ المالي الضخم الذي عرضه النادي الروسي لانتقاله، وهو 1.7 مليون يورو، والذي اعتبره القيع فوق طاقة سوق الانتقالات في مصر. ده موضوع بقى مهم جدا دلوقتي، مش رئيس منتخب، رئيس مش رجل أعمال، ومع ذلك عمرو زكي نجم وقتها منتخب مصر بيلعب في روسيا، النادي الأهلي أو الباشمهندس عادل القيعي، طبعا النادي الأهلي متمثل في الباشمهندس عادل القيعي، شاف إن 1.7 مليون يورو ده رقم كبير جدا على السوق المصري، فخلاص طلعنا من الصفقة. مين بقى اللي كان عنده قوة شرائية وقتها؟ نادي الزمالك اللي قدر يجيب عمرو زكي بالمبلغ ده او ب1.4 تقريبا. في النهايه كان المبلغ اكبر بكتير، وده مبلغ بيدل، ان دل على شيء بيدل على ان فكره القوه الشرائيه كانت موجوده في نادي الزمالك، بس الازمه كانت في مكان تاني. طيب حتى لو هنقول ان النادي الاهلي دفع مبالغ كبيره برضه في لاعب زي اكوتي منساه، ولكن في النهايه اجمالي التعاقدات لو شفنا الخبر ده في 2005 بيقول 80 مليون جنيه صفقات اللاعبين الجدد في الدوري المصري، الزمالك دفع 24 مليون والاهلي 21 مليون. هنا بنتكلم بشكل واضح عن القوه الشرائيه للي البعض بيعتقد ان وكاله الاهرام كانت عامل مرجح. فانت بغض النظر بقى عن الدفع، لان احنا اتكلمنا في موضوع وكاله الاهرام ده كتير جدا، فبنتكلم في نقطه تانية، انت ايضا كان عندك عامل مرجح تاني انت اسقطته خالص وجيت اظهرت العامل المرجح بتاع النادي الاهلي حتى لو هو كان عامل مستحق، ويا بخت اللي كلامه بيتصدق عشان جمهوره ما بيراجعش وراه. ماشي، ولكن احنا اثبتنا بوجود رجل اعمال وبوجود رئيس منتخب ان القوة الشرائية للزمالك كانت تضاهي القوة الشرائية للنادي الاهلي. وفكرة اللعب على موضوع وكالة الاهرام، اعتقد وكالة الاهرام برضو كانت راعي للنادي الاهلي من 2000 ل 2004، وقدرت تكون انت كنادي زمالك فريق قدرت تحقق 11 بطولة او 16 بطولة، 11 بطولة تقريبا في 4 سنين، وده رقم قياسي وتاريخي، وبرضو كانت وكالة الاهرام راعية للنادي الاهلي وقتها. ما حدش اتكلم عن وكالة الاهرام، لكن ده مش موضوع وكالة الاهرام. والنقطة اللي الناس بتتكلم فيها او اللي انت اتكلمت فيها ان النادي الاهلي كان بيطلع من ميزانيته 9 مليون ويقول هدي لاعب 9 مليون، ونادي الزمالك يقول هدي 10 مليون او اي نادي يقول هدي 10 مليون، بس انت بتشيل 6 مليون تانيين من المحبين او من الاعلانات، فبيوصل انكم توتال انكم بتاع اللاعب في السنه ل 15 مليون. الكلام ده مش صحيح، وحتى لو صحيح طب ما جربناهوش ليه مع احمد فتحي وعملناه، واحنا كنا قادرين نعمل نفس القصه. النادي الاهلي له سيستم وله سياسه وله تحديد فئات وله كمان طريقه يعني محترفه
في ابرام الصفقات والتعاقد مع الصفقات، ولكن في النهايه انت مش هتقدر بتتعامل مع جميع انواع اللاعبين، في لاعب بيفكر في مصلحته، في لاعب بيفكر بشكل مختلف، في لاعب منتمي، في لاعب محترف، ده ترجع للاعب ما ترجعش للاستنتاج الخاطئ لفكره القوى الشرائيه. الاهم من كل ده ان في لعيبه اصلا لعبوا نادي الزمالك وجم بملايين لنادي الزمالك، ومع ذلك كان بدون ضغط عليهم كانوا يتمنوا يلعبوا في النادي الاهلي ولو شهر. نشوف الكابتن حسام باول. اتمنى نشوفك في النادي الاهلي يا حسام. والله يا كابتن مصر انا اتمنى لو العب في النادي الاهلي لو شهر واحد، شهر واحد بس. شهر واحد تلعب في النادي الاهلي شهر واحد؟ اتمنى العب في النادي الاهلي شهر واحد. اعتقد الامر هنا واضح جدا، لفكره بقى لا ضغوط ولا فكره قوه شرائيه، ده كمان لاعب في نادي الزمالك وبعد كده طلع اعاره من نادي الزمالك ودفع فيه 7 مليون كاش طبعا لسموحه فرج الاستاذ فرج عامر، طبعا ما بيهزرش في الحاجات اللي زي دي، ده فيه 7 مليون كاش، ومع ذلك اللاعب بعد ما لعب في نادي الزمالك قال اتمنى العب في النادي الاهلي لو شهر واحد. عندنا فيديوهات كتير قوي ونماذج عديده جدا، وطبعا احمد سمير مع احمد جمال عرضناه قبل كده، الراجل زملكاوي قال له لو تعرض عليك الاهلي والزمالك بنفس الرقم قال له روح الاهلي طبعا، قال له ليه هتروح النادي الاهلي؟ قال له النادي الاهلي شخصيات، في حاجات في النادي الاهلي بيتم استخدامها بتاريخ وموروثات في ابرام التعاقدات بعيده كل البعد عن فكره العامل المادي اللي هو بالفعل مهم، ولكن للنادي الاهلي بيمتلك لك ارصده كتير جدا بجوار القوى الشرائيه. فارس كمان وليد صلاح عبد اللطيف وهو لاعب زملكاوي وكتير جدا بيخرج بتصريحات عدائيه تجاه النادي الاهلي، كان ليه راي في النقطه دي؟ نروح ونسمعه. انا عايز اعرف حاجه، هو ليه لعيبه الزمالك متحفزه الكهرباء؟ قصدي حضرتك يعني انا ايوه ليه؟ يعني برضو الفكره ليه؟ ما هم عارفين طب ما هو الزملكاويه هيقولوا لك هو اللي بدا كذا لعيب الزملكاويه عايز يمشي يروح الاهلي، كذا لعيب زملكاوي نفسه يلعب في النادي الاهلي، وبتتكلم في اوقات كان عقود الفرديه لنجوم نادي الزمالك كانت كبيره جدا، بس اكيد في عوامل تانية مختلفه ان انا لما انهي مسيرتي الاقي في السي في بتاعي بطولات اقدر اسعد بيها اللي كانت غايبه عن الزمالك بوقت كبير جدا في اللحظه دي. اعتقد يا فارس فكره القوى الشرائيه بقت واضحه للمشاهد وواضحه بشكل كبير جدا، وفكره كابتن احمد فتحي انتقل لمقابل مادي اعلى، ولكن احنا قلنا الاستنتاج خاطئ، فما فكره انك تلعب على بطولات النادي الاهلي المستحقه بجيل مستحق بشهاده كل الناس فكره يعني مش محببه، وادينا بنرد برضو عشان نذكر الناس، لكن في فكره اخرى